صباح الخير يا ولاد، ازيكم؟ عاملين ايه؟ عملتوا الواجب؟ دلوقتي هنشوفه. النهاردة هنبتدي معاكم درس جديد عن فوائد السمسم. للسمسم العديد من الفوائد المذهلة يا حبايب قلبي للصحة والجمال، فما هي فوائده وما هي القيمة الغذائية له؟ لبذور السمسم قيمة غذائية عالية ومميزة، ولها فوائد صحية كثيرة ومتنوعة. إليك قائمة مفصلة بفوائد السمسم فيما يأتي. تعد بذور السمسم غنية بالزيوت الطبيعية التي يعمل العديد منها كمضادات هامة للأكسدة، بل أن العديد من الدراسات ربطت بين السمسم والمركبات التي يحتويها وبين مكافحة السرطانات، خاصة الأنواع التالية: سرطان الدم، سرطان الثدي، سرطان الرئة، سرطان البنكرياس، سرطان القولون، سرطان البروستاتا. إذ يحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من فيتامين إي وفيتامين كاف والمغنيسيوم، وهذه العناصر جميعها لها خصائص هامة في مكافحة الأورام. تاني فايدة من فوائد بذور السمسم يا حبايب قلبي إن هو بيسيطر على نسبة السكر في الدم. يحتوي السمسم على مركبات هامة مثل المغنيسيوم الذي يساهم في تقليل فرص الإصابة بمرض السكري ويقلل من حدة أعراض المرض لدى المصابين، كما أن تناول السمسم مع بعض أدوية علاج مرض السكري بيزيد من فعاليتها وبيأثر بشكل إيجابي على العلاج. تعزيز صحة العظام: وجود كمية كبيرة جدا من المعادن الهامة في السمسم جعلته ذو مكانة عالية في تعزيز صحة العظام، لذلك ينصح بتناوله في حالات الإصابة بهشاشة العظام أو حتى الكسور. ومن فوائد السمسم برضو يا ولاد تعزيز صحة القلب. من فوائد السمسم التي يمكن الحصول عليها عند تناوله بانتظام تعزيز صحة القلب وجهاز الدوران بسبب غنى هذه البذور بالمغنيسيوم الهام لخفض ضغط الدم، كما أن محتوى بذور السمسم من الألياف يساعد في مكافحة الكوليسترول ويقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين والجلطة القلبية. ومن فوائد السمسم برضو يا ولاد تحسين عملية الهضم، وذلك بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الألياف التي تلعب دورا هاما فيما يلي: تسهيل الهضم، تقليل فرص الإصابة بالإسهال أو الإمساك، حماية القناة الهاضمة، تقليل الاضطرابات الهضمية، تقليل خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي. وكمان يا ولاد من فوائد السمسم إعادة توازن الهرمونات في الجسم. أشارت العديد من الدراسات إلى قدرة السمسم على إعادة توازن الهرمونات في الجسم، وهي أحد فوائد السمسم للنساء بشكل خاص بعد بلوغ سن اليأس. ويسبب غنى بذور السمسم بالأحماض الدهنية والبروتينات والعديد من المواد الغذائية الهامة، تعتبر بذوره هامة أثناء الحمل للحفاظ على صحة الحامل وتزويدها بالعناصر الغذائية الهامة لها. وكمان يا ولاد من أهم الفوائد بتاعت بذور السمسم تعزيز عمليات حرق الدهون. أظهرت بعض الدراسات أن بذور السمسم تحتوي على مركبات خاصة قد يكون لها دور هام في تعزيز حرق الدهون في الجسم، ناهيك عن أن محتواها من الألياف يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وملء المعدة لوقت أطول. تعزيز صحة الشعر: من فوائد السمسم تعزيز صحة الشعر، وذلك لاحتوائه على مركبات نباتية هامة، حيث يساعد تدليك فروة الرأس بانتظام بزيت السمسم على الحماية من الشيب المبكر ويزيد من نمو الشعر، كما أن غنى زيت السمسم بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية جعله مساعد جيد في إعادة اللمعة المفقودة للشعر الباهت. وكمان يا ولاد السمسم بيعمل على تعزيز صحة وجمال البشرة. تعد بذور السمسم غنية بالزنك الذي يلعب دورا هاما في عمليات تكوين الكولاجين في البشرة، والكولاجين بدوره يزيد من قوة الترابط العضلي وقوة أنسجة الشعر والجلد، كما أن زيت بذور السمسم الغني بفيتامين إيه يقلل بشكل ملحوظ من آثار الحروق والندب على البشرة،
ويتم ذلك بدهن الزيت على المناطق المصابة. ودلوقتي يا ولاد هنعرف القيمة الغذائية لكل 100 جرام من بذور السمسم. السعرات الحرارية 51 و57% سعرة حرارية. البروتين 16.9 جرام. الدهون 48 جرام. الكربوهيدرات 26.4 جرام. الألياف 16.9 جرام. الكالسيوم 131 ملي جرام. الحديد 77.7 ملي جرام. المغنيسيوم 346 ملي جرام. البوتاسيوم 406 ملي جرام. الزنك 7.16 ملي جرام. الفوسفور 774 ملي جرام. الصوديوم 39 ملي جرام. الماء 5 جرام. السكر 48 من 100 جرام. كما تعد بذور السمسم غنية بالزيوت الطبيعية المفيدة ومضادات الأكسدة والبروتينات ومجموعة هامة من المعادن. وبكده يكون خلصنا فوائد السمسم، ونخش على محاذير ومخاطر من تناول السمسم. على الرغم من فوائد السمسم المتعددة، إلا أنه من الممكن الإصابة ببعض الأعراض والمضاعفات الصحية عند تناول بذور السمسم بكميات كبيرة مثل الآتي: الحساسية. قد يؤدي تناول كميات كبيرة جدا من بذور السمسم لتهيج وتحسس القولون والمعدة. مشاكل عند مرضى السكري. قد يكون لبذور السمسم تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكر. وبكده يكون درس السمسم خلص. قلنا كل الفوائد والأضرار بتاعته، وإن شاء الله هديكم واجب عليه وهتحلوا الأسئلة إن شاء الله في الحصة الجاية.